الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في سؤال، أنا كنت دار واصل في موضوع الشيخ، ولكن سؤال يقول: هل التصوف موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن وجد ما هو الدليل، وإن لم يوجد من أين أتت هذه الطائفة؟ أصلا يا أخواننا الصوفية ما عرفوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة، ولا في زمان التابعين، وإنما ظهر أول رجل لبس الصوف اسمه عبد الواحد ابن زيد، اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، وقال إن عيسى عليه السلام كان يلبس الصوف. ونحن كمسلمين ربنا أرسل لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يلبس القطن، فده قام لبس الصوف، فهمت؟ وبدأت هذه البدعة، ثم تطورت وتطورت إلى أن وصل التصوف إلى دعاء غير الله، وإلى الإشراك بالله، وإلى أن يزعم أن الشيخ عرج به إلى السماوات، وأن الشيخ يغيث الملهوف، وأن الشيخ يعلم الغيب، وأن الشيخ يتصرف في الكون، وأن الشيخ هو الله. الصوفية، فهمت؟ عشان كده لما بيجاي تاع التجانية ديل ما بتعملوا حاجة، على غادي مسخنة يا تجاني، تتلمى ولا ما تتلمى، على غادي مسخنة جدا. والتجاني ذاته جيبه نادي أبو العباس خليه يعمل لنا حاجة، ما بيعمل أي حاجة، فهمت الحاصل؟ فالتصوف ده باطل. التصوف لو داير تقراه ما بتعرفه من حميدة، عمك ده حميدة ده كان شغال في سوق ستة الحاج يوسف إلى الآن، الحمد لله حلقة التوحيد اشتغلت جنبه، فهمت؟ فترة بسيطة انتقل إلى الحمامات، بعد أن انتقل إلى الحمامات كل ما دخلنا الحمام بنقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، فارتك مرة واحد من الحاج يوسف. فلا يأتي حميدة إلا عند غياب التوحيد، فإذا جاءت حلقة التوحيد ولا حميدة وله ضرار، فهمت؟ وإن شاء الله كل الصوفية تكورك برا ما بحلك، تعمل حلقة ما بحلك، تطير فوق ما بحلك. ليه؟ لأن عندنا راجمات من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن لا فاضل لحميدة، ولا حميدة طار وركة وطلع شنبه وكده ولفه وبيعوج الحنك وما عنده حاجة. حميدة ذاته الصوفية اللي بيحضروا له دارين يشفوا غيظهم، وحميدة ما ياهو، فهمت؟ ده أجابه فزعه وبيقى وجعه، ده ما هو حميدة. بعد ما انتهى من الحلقة الجمهور بتاعه، لأن الحمد لله بنختم الحلقة وأي مسلم بيشوف شغلته، وماذا بيجي بعد ذاك بيشحك، يلا يا ناس ولا ما بيشحك؟ تسأل الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، دي سورة التوبة، خير لك تتوب يا حميدة، صلاتك كبرت. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. بالباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي وعن حلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، زي ناس حميدة والطيب الجد، فهمت؟ محمد المنتصر الإزاري، ولا مين اللي هو قال شيخه بيعلم الغيب وطلع فشن، فهمت؟ وغيرهم من الناس، فهمت؟ وده كله باطل يا أخوان، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: رغم أنفك ورغم سيد أنفك التجاني وكل العطالة. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يا تجانية، الآية دي إلا تحكوها من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: سادات الناس والخلق ما بيعلموا الغيب، الملائكة ما بيعلموا الغيب. ربنا قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، بخلاف ما قال البرعي.
فما قال البرعي كما قال الملائكة الذين يطيعون الله، وإنما قال كما قال أعداء الله، قال أن الأولياء يعلمون الغيب. قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. معتقد هذه العقيدة كافر بالله باطن وظاهر، فهمت؟ ربنا قال الأنبياء ما بيعلموا الغيب. سورة المائدة الآيات دي بتنصفك وتنصف التجاني وتنصف غرية فاز ذاته، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ده ربنا سبحانه وتعالى. الجن ربنا سبحانه وتعالى لما سخرهم لسليمان، وسليمان كان يعني يعملون له ما يشاء من المحاريب ومن القصور ويبنون له ما يشاء، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. ربنا سبحانه وتعالى قبض روح سليمان، وسليمان جالس عليه السلام والجن قالين سليمان حي وشغالين وخايفين من سليمان وما عارفين انه ميت. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. فهمت؟ الصحابة رضي الله عنهم الأولياء ما بيعلموا الغيب. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء إنه فآمنوا بالله ورسله إلى آخر الآية. ما بيعلموا الغيب. آخر حاجة دار أختم بها بشارة. والله امبارح ضرب لي واحد من أمريكا الساعة 10 اسمه حسان من أخواننا جزاه الله خير، قال لي أنا أبشرك الشفيت ده اسمه مين؟ أليزيرك. قال لما جاء أمريكا هناك كلهم 7 أنفار، 7 و8 كلب محمد المنتصر، فهمت؟ ما في أي ظلم شلو. قال لي أنا بجيت أن أنشر في الفيديوهات بتاعتكم، وأديت واحد بمشي له أديته الموبايل، قلت له أدي محمد المنتصر الموبايل وقل له رأيك شنو في الجماعة دي. قال لي أخذ الكرهونة ما عرفنا نعمل لهم شنو. يا ظل ده قرآن تقدر تصارع القرآن؟ ما بتقدر. قال لي واحدة عندها بيت صغيرة، عشان تعرف التوحيد ده بواب الفطر كيف. قال لي نطمنك ما في حاجة، ما عنده أي شيء الحمد لله، ما في زول بيفهم مشاريه كلهم صوفيين 7 أو 8 أنفار، فهمت؟ قال لي واحدة عندها بيتها صغيرة، فهمت؟ قاموا حضروا مقطع بتاع تنادي غير الله واستدل بكلام المنافقين. قامت البنية ضحكت، قال كل ما تاني يجيب محمد المنتصر يحضرون البنية تقول لها يا ماما بالله شوفي ده الواحد اللي ما بيعرف يفسر القرآن. يا ودي انت طلعت فشل، انت ما شغال، انت فهمت القرآن ده ما بتقدر عليه. ولذلك تجانية، سمانية، قادرية، مكاشفية، ركينية، كزنزانية، كلها طرق باطلة. عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتلاقي إن شاء الله يوم السبت.